اتصال بالخبير الاقتصادي الهواري غرسي. اهلا بك سيدي. اهلين مساء النور. نعم سيدي غرسي، فتح الاستيراد للسيارات النفعيه اقل من 3 سنوات بدايه من مطلع العام المقبل، تعديل هل يتماشى متطلبات الانعاش الاقتصادي خاصه ونحن مقبلون على مشاريع يعني ضخمه وكبرى؟ نعم، لانه الحمد لله انه صادق البرلمان سابق على قانون فيما يخص استيراد طبعا السيارات السياحيه، واللي عرفت عراقيل متعدده بالنسبه للحكومه السابقه. الان انه الحمد لله تم فتح هذا المجال بالنسبه للسيارات طبعا اقل 3 سنوات، و نظن انه هذه السيارات مهمه جدا بالنسبه للوضع. رغم ذلك لاحظنا انه الاسعار تاعها تعتبر جدا مرتفعه ومرتبطة بقضايا التضخم ومرتبطة بقضايا انخفاض طبعا الدينار وكذلك مشاكل عدة، وبالتالي انه المواطن البسيط اصبح في كثير من الحالات يلقى طبعا اشكالية للحصول، حتى المواطن الطبقة المتوسطة. نظن انه هذا الجانب فقط، انه كيف يمكن انه نعطي حركية اكثر بالنسبة للاقتصاد الوطني، لانه لما نشوف طبعا السيارات النفعية ونشوف طبعا السوق الوطنية نشوف انه مستوى طبعا هذه السيارات لم يرقى الى مستوى الطلب الوطني ومستوى تفعيل طبعا هذه السيارات بالنسبه للخدمات وحتى بالنسبه للحوادث اللي موجوده في الجزائر بسبب قدم طبعا هذه السيارات. ينبغي، هل لدينا اقتصاد فيما يخص العمليه الانتاجيه في الجزائر؟ نظن لا. المرحله الاولى ضروري انه نثمن طبعا هذا القرار بالنسبه للنواب، ونتمنى انه يصادق عليه النواب في المراحل القادمه كتعديل مهم بالنسبه لي طبعا سيارات النفع. ولكن بالمقابل حتى اشكاليه النقل، معناتها سيارات النقل العمومي او الجماعي مهم جدا، كيف يمكن ايجاد بالنسبه لي معالجه اشكاليه النقل؟ كذلك بالنسبه لي حتى بالنسبه لي النقل الاخر اللي هو سلع طبعا الكبيره، كذلك من انه مهم جدا يكون حلول منطقيه ومقبوله، لانه حركيه اقتصاديه رانا نشاهدوا سواء بالنسبه لقطاع طبعا الاعمال، سواء بالنسبه لقطاع طبعا الاشغال العموميه، سواء بالنسبه لحركيه، لانه السنه الماضيه نحكوا على اكثر من 450 الف سكن بالنسبه للجزائر. لا يمكن انه ننقل هذه الامكانيات او المدخلات بالنسبه ل نعم سيد تغرسي، في الوقت الذي تشهد فيه السوق الوطنية نقص في هذا النوع من السيارات، يعني ماذا سيضيف للاقتصاد الوطني باختصار؟ أكيد قيمة مضافة مهمة جدا، لأنه راح طبعا يقدم قيمة مضافة بالنسبة للاقتصاد الوطني، بالنسبة للحركية الاقتصادية، وبالنسبة للسلامة، السلامة المرورية حتى بالنسبة للمواطنين. لأنه خلينا نقول لك مثلا بالنسبة للحافلات مثلا وصلت إلى مستويات أكثر من 40 سنة، نفس الشيء بالنسبة للسيارات النفعية اللي يحتاجها المواطنين. من بين الشروط الأساسية لخلق مؤسسة يجب أن تكون طبعا لهذا المصنع وهذا اللي خلق ثروة وهذا اللي طبعا عنده دور حتى بالنسبة للعملية التجارية والعملية الصناعية، أن تكون سيارة نفعية قابلة لهذه الإمكانيات المتوفرة، لأنه نحكي على سيارات نفعية في لسنوات 2000 وأقل من 2000 أصبحت مهمة بالنسبة للمواطن. نظن أنه المراحل القادمة هناك حركية بالنسبة للاقتصاد الوطني، وضروري أنه نرافق هذه الحركية باستغلال إمكانيات وطنية وفتح المجال، فتح المجال لعملية الاستيراد بالنسبة لهذه طبعا السيارات النافعية، وحتى بالنسبة لنوعية الحافلات. لما لا نشوف الحافلات أقل من 5 سنوات، لأنه مثلا حافلات شفتها قدم الحافلات ونقل طبعا في كل مرة نشوف الخطورة على المواطن، وحتى بالنسبة لي طبعا بشكل الشحن بالنسبة لي كثير من المنتجات مهم ضرورية ومرافقة بالنسبة لي هذا المخطط الاقتصادي الوطني. سيد غرسي أشكرك على كل هذه المعلومات. كان معنا الخبير الاقتصادي الهواري تغرسيه.